ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده المسلسل اللي احنا هنتكلم عنه وهنحرق احداثه وهنكفر اب الاحداث المهمه اللي حصلت لحد دلوقتي هو مسلسل سلطنه المعز. طبعا انا عايز بس انبهكم ان الحلقات بتاعه رمضان بتاعتنا عشان بس الناس الجديده اللي ممكن تكون بتتفرج علينا مش عارفه الاحداث المهمه او المسلسلات اللي احنا بنتكلم عليها او الفيديوهات اللي احنا بنعملها اصلا بتبقى فيها حرق احداث، يعني بيبقى فيها سبويلنج. فحاطط لنا برضو كاتب برضو في التايتل بتاع الفيديو ان الحلقات بتاعتنا اسم المسلسل وهتبقى مع حريه الحرق للاحداث، عشان برضو الناس اللي ممكن ما تكونش شافت المسلسل وحابه انها تتفرج عليه ما تتفرجش على الفيديو غير مثلا تتفرج على المسلسل وبعد كده تيجي تتفرج علينا تاني، لان برضو في سبويلنج، يعني مش عايزين نحرق حاجه لاي حد. يعني بتبدا احداث المسلسل تعرف على سلطانه الست الغلبانه اللي على قد حالها اللي بتبيع كبده بتصرف على نفسها وبتصرف على البيت بعد وفاه ابوها. سلطانه بتكلف ناس على انهم يروحوا يرجعوا ولد كان مخطوف، وبالفعل هي بتروح تاخده، فسمعتها في المكان اتعرف ان هي ست كويسه وبتقدر ان هي تساعد الناس، وبالفعل بترجع الولد وبيتم القبض على المتهمين او اللي خطفوا الولد. اتعرف على شخصيه نعيم اللي عايز يتبرع فلوس كتيره جدا للغلابه، اتعرف على شيخ موجود في الحاره وقال له على موضوع ان هو عايز يتبرع ومش عارف يروح لمين، فالشيخ وداه عند سلطانة لان معروف سلطانة ان هي بتحب دايما تساعد الناس في الحارة عندها. وبالفعل نعيم بيتعرف على سلطانة علشان يقدر ان هو عايز يجيب حد محل ثقة بحيث ان هو يديلها الفلوس وتتبرع بيها. غير موضوع الفلوس بنبدأ نتعرف على شخصية نعيم واحدة واحدة والاحداث بتاعته، بيحكي لسلطانة واحدة واحدة على موضوع اخوه اللي اتقبض عليه بان اخوه اتورط في عملية إرهابية. سلطانة بتكلف أخوها اللي هو محامي يبقى محامي بتاع نعيم، وبالفعل أخو سلطانة طلع أخو نعيم من الحبس من القضية اللي كان متورط فيها وفعلا طلع براءة. أكيد طبعا نعيم فرح وقرر ان هو عاوز يتجوز سلطانة، بس للأسف نعيم وشمس احنا كنا فاهمينهم غلط، وبالفعل هما بيطلعوا أشرار وعايزين يرجعوا الحارة تاني علشان يحفروا، بيقولوا ان في تحت الحارة بيبقى في آثار. بعد ما نعيم اتجوز سلطانة بس لسه سلطانة عندها لسه شكوك ان نعيم ده وراه حاجة ومش راجل ساهر، وبالفعل علشان سلطانة تتأكد بتقول لأخوها سلام ان هو يتأكد لها اذا كان نعيم ده فعلا شخص كويس ولا لأ. بس مع الأسف سلام كان عارف الحقيقة ورفض ان هو يقول لسلطانة الحقيقة علشان سلطانة برضو ما تاخدش موقف من جوزها وكده. بس للأسف أخوها بيموت في البيت بتاعه اللي حصل زي حريقة، فهو كمان اتوفى. سلطانة من وجهة نظرها شايفة ان كل اللي حصل ده واللي حصل لأخوها ده مش قضاء وقدر، ده في حد مدبر للعملية دي، وبرضه لسه ستيل شكة في نعيم. اصلا كمان ان نعيم كان بيدور على بنت افريقية كانت هربانة، كان هو يعرفها هو واخوه. ركبت له سلطانة زي جي بي اس تتبع في الموبايل بتاعه، وحطت له كمان زي حاجة شبه الفويس ريكوردر بحيث ان هو اول لما يتكلم والتليفون جنبه وهي تسمع كل اللي بيحصل، لان برضه لسه ستيل شكة فيه. غير اصلا ان الاحداث بتاعت المسلسل بعد كده هتبقى اقوى، لان لقوا حتة اثار في البيت عند سلطانة في الخزنة بتاعتها، وتقريبا كده على ما اعتقد هتخش وش السجن. بس دي كانت اول 10 حلقات بتاعت مسلسل سلطنة المعز، واحنا عملنا كده كفر اب للاحداث المهمة اللي حصلت في المسلسل. مع الاسف المسلسل ده انا كنت متحمس ان انا اشوفه عشان غادة عبد الرازق المسلسل السنة دي تمثيل وحش جدا جدا جدا، انا مش عاجبني خالص السنة دي التمثيل. انا عاجبني تمثيل غادة بس المسلسل من وجهة نظري شايف ان هو لا مش حلو لحد دلوقتي صراحة، مش حلو واحداثه مملة وبطيئة، وبرضه ستيل عندي مشكلة دايما مع مسلسلات رمضان اللوكلوك الكتير، يعني مفيش احداث ولوكلوك كتير على الفاضي. عندي برضه نفس المشكلة مع اغلب مسلسلات رمضان على مدى السنين يعني، بس السنة دي بقى فراز بزيادة بقى في الاحداث، في حوار ان هو في لوكلوك كتير فعلا واحداث مفيش. بس ده كل اللي حصل في مسلسل سلطنة المعز. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. اشوفكم الحلقة اللي جاية، باي باي.